ايه ده، الله، وريني كده يا حسام. بصي يا شيماء، حلوه قوي. اه حلوه قوي. بقولك ايه يا حبيبتي، انا لازم امشي بقى. ايه ده ليه؟ طب خليكي قاعده معانا شويه. معلش يا نهى بقى انا اتاخرت. بقولك ايه يا حبيبتي، انا شنطتي في العربيه، ممكن تجيبها لي؟ تمام، ثانيه واحده هجيبها. بقولك ايه يا حسام، انا مفيش حد عندي في البيت النهارده، ما تيجي تقعد معايا شويه؟ خدي يا حبيبتي الشنطه اهي. اه ماشي يا حبيبتي، تسلم ايدي. ماشي، انا لازم امشي بقى. تمام، خلي بالك من نفسك. ماشي بقى. يلا يا نهى. يلا يا حسام. اتفضلي. ازيك يا حسن؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ تمام. ما جيتش انت، قلت لما اجي اشوفك، اصلك وحشتني. بقول لك ايه، انت عاوز ايه؟ عايزه اشوفك واقعد واتكلم معاك. يا نهى. ايوه يا حسام. صاحبتك شيماء جت. اتفضلي. يا نهى ازيك؟ ازيك يا نهى؟ ازيك يا نهى؟ الحمد لله يا رب. عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. تعالي اقعد. تعالي يا حسام. اه ليه؟ هو ليه تقعد ليه؟ في ايه؟ ما تقعد. بقول لك يا نهى، إيه؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. في ايه؟ صاحبتك دي مش محترمه. انت بتقول عليها كده ازاي؟ بقول لك صاحبتك دي مش محترمه، وعملت كذا موقف معايا مش محترم، ومسكت ايدي النهارده واحنا بنتصور، وجايه تقول لي ايه؟ انا كنت مستناك في البيت ما جيتش ليه؟ قلت اجي لك انا. فايه اللي بيحصل ده؟ لا والله. انا قلت نكته وانا قلت نكته يعني، وانا ايه؟ مش فاهم. لا يا مش فاهم حاجه. انا هقول لك يعني ايه تقولي لي مش فاهم؟ افهمك. طيب تفهموني ايه؟ اصل ده كان مقلب في اختبار يعني يا حسام. مقلب؟ اه ايوه. يعني ايه مقلب يا ست؟ ان شاء الله بنتك خاطب نهى. انا اقول له بقى يا نهى، وانا صاحبتي مش فاهم شكك فيا وحش يعني. والله العظيم انا خاطب نهى يعني، فنهى حبت تختبرك قبل ما تتجوزوا وتكتب كتابكم. والله العظيم تشوف ان هي اللي احنا المفروض احنا كاتب كتابنا بعد بكره. ايوه انت مش واثقه فيا، انت جاي تختبريني قبل كاتب كتاب بيومين؟ انا حسام كنت لازم اتاكد برضو ان انت مخلص ليا ومش هتخوني. وبعدين انا مش غريبه، ده انا يعني صاحبتها. لا لا تضحكتوني والله العظيم، دمكم خفيف قوي. في ايه يا حسام؟ ايه يعني انت بتلعبي بيا وبتلعبي بمشاعري؟ ما لعبتش بيك يا حسام. مش يعني انا لو عملت المنظر ده وجبت صاحبي ودخل لغيك بالكلام اللي انت بتقوله ده، يعني اللي بقوله ده ما انت اللي عملتيه مع صاحبتك، انك تخلي صاحبتك تمسك ايدي وتلاقيني والكلام ده عشان يعني نشوف انا هعمل ايه مع صاحبتك؟ لا يا حبيبتي، انا واحد محترم. ممكن تخني ولا لا؟ يعني عايز اسال انا ايه؟ مش واثقه فيا؟ طب انا واثق فيك. لا واثقه فيك بس مقلب يا حسام. يعني ايه مقلب؟ فني كده يا ماما، ما يتعملش معايا الكلام ده. ايه ده يا حسام، انت مالك رده فعلك عامله كده ليه؟ يعني ايه رده فعلي عامله كده؟ يعني انت تيجي تضربيني بالقلم وتقولي ما تقولش اي؟ في ايه؟ والله ايه يا جماعه؟ ما انا قلت لك يا حسام كان مقلب خلاص. انا يا ستي مش قابل ده. انت دلوقتي اطمنتي يعني؟ اطمنتي وثقتي يعني؟ بصراحه طب يعني بصراحه انا لا مش مطمن معاكي. ايه ده يعني؟ ايه يعني؟ انا حر؟ حسين ده كان هزار على فكره. ماشي هزار مش هزار، انا حر. انت يعني عملت المقلب ده عشان تطمني، انا بسبب المقلب اللي انت عملتيه انا مش مطمن. يعني هسيبني قبل كتب كتابك بيومين؟ اه هسيبك قبل كتب كتابك بيومين. انا مش هينفع اكمل معاكي بالمنظر ده. انت المفروض، انا واحد جاي خبطت على الباب من بابه، وجيت خطبتك وبقالي اكتر من 6 شهور معاكي، وكاتب كتابنا بعد بكره خلاص هنبقى متجوزين رسمي، وجاي تختبريني قبل جوازك بيومين؟ ليه يا ماما ليه؟ واحنا جاي العب؟ انت جاي العب بيلي يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ انت عملت حوار ليه يا حسام؟ انا كنت بطل معاك. انا حر. اه كبر يا حبيبي. انا حر بقى، انت حر في مشاعرك، انا حر برضو في مشاعري. بس انا ممكن اعتذر لك؟ لا يا ست مش الاعتذار، الفكره مش فيك، الفكره فيك انت. والفكره انت اكيد برضو سمعت كلام صاحبتك اللي انت تعملي كده، وصاحبتك لو بتحبك ما كانتش طلعتك في ده. انا كنت بهزر معاك. وانا ما قبلتش الكلام ده، مش هزار. وانت جيتي لعبت معايا استغماية. انت ايه جايبه لي واحده تعمل عليا فيلم وتشوفيني هعمل ايه؟ فيلم ايه ده؟ كان هزار اصلا معاك. بصي يا بنت الحلال، انا مش قابل الكلام ده، وانا ما اتعاملش كده، انا مش عايز اغير معاكي في الشارع. ده يعني وانت يا استاذه كان المفروض تقولي لصاحبتك عيب خاطرك انسان محترم، ما يتعملش معاه الاسلوب ده. انا ما يتعملش معاه الاسلوب ده. حسين ايه؟ انا احنا بنقدرك وبنحترمك. بتقدروا وبتحترموني بس ما ينفعش اللي انت عملتوه ده. خلاص يا حسين كنت بهزر معاك، ما تكبرش الموضوع. انت مالك انت؟ انا حر. انت عملت الحوار، انا حر في تصرفي. بقول لك انت قولي مع صاحبتك. بص يا بنت الحلال، انا هقعد مع كبيرك واللي بينا انتهى، وانا دلوقتي انا هقول لامك اللي قاعده جوه دي كل حاجه. انا بس ايه مش عاوز امسك، انا ماسك نفسي وماسك لساني عشان والدتك المحترمه اللي قاعده جوه دي واخوكي، لهم الاثنين دول كنت قريت ادبي. انا همشي وبعد كده بقى اقعد مع والدتك بعدين. استنى يا حسام. يا حسام احنا كنا بنهزر. اصبر يا حسام. هنعمل ايه دلوقتي يا نهى؟ انا معرفش هو كبر الموضوع ليه؟ هيقلب بجد كده.
يعني فرحك هيبوظ؟ يا نهار ابيض، احنا كنا يعني بنختبره اختبار عادي، انا ما كنتش اعرف انه هيقلب كده، يعني كل حاجه كانت على يدك. انا ما كانش قصدي كل ده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف. يعني انا بوظت لك حياتك ولا ايه؟ انا ساعدتك زي ما انت طلبتي مني يا نهى. عارفه. طب دلوقتي احنا لازم نكلم طنط تكلمه. انا هخش اتكلم معاه. طيب ما تزعليش نفسك. طيب يا نهى مفيش حاجه، اكيد كل حاجه بتتصرف خير ان شاء الله. يا رب دول كاتب كتابهم بعد بكره بحول الله يا رب، لا ان شاء الله خير واكيد هيرجع. يعني ايه احسن من اللي انت بتقوله ده؟ يا طنط اكيد انت عرفتي من نهى وصاحبتها شيماء، وانا كنت عارف ما تخشش البيت ده وجيت عشان خاطرك انت بس. طب يعني ايه عايز تسيب بنتي قبل فرحكم بيومين؟ يا طنط يعني هي كده ما حكيتلكيش، ينفع اللي بنتك ترمي عليا صاحبتها وتزقها عليا وصاحبتها تمسك في ايديا تقعد تقول لي تعالي البيت نقعد مع بعضنا، وبعد كده اجي اقول لبنتك تقول لي اصل انا كنت بعمل فيك اختبار بشوف درجه ولائك ليا؟ ايه الكلام ده؟ معقوله نهى عملت كده؟ عملت كده يا طنط. يعني انت يرضيك ان انا ارمي واحد من صحابي اختبر بنتك واشوف هي هتلدم معاه ولا ايه اللي بتقوله ده يا حسام؟ طب ما انت اتضايقت اهو، يعني هي تعمل معانا كده ليه؟ مش واثقه فيا؟ هو انا طيب لو انا لا. مثلا مش عاوز اتجوزها هاجي اخطبها وارتبط بيها اكتر من 6 شهور ويجي ميعاد كاتب كتابنا بعد بكره ومخلص ليها وتعمل معايا كده؟ لا يا لا, لا يا طنط. لا لو هي فعلا عملت كده تبقى نهى غلطانه وانا هعرف احاسبها ازاي، بس مش لدرجه ان انت تقول هلغي كاتب الكتاب. طب يا طنط ما ينفعش اللي هي عملته ده، بتلعب بيا بتلعب بمشاعري. طب افرضي يا ست الكل انا 1% اديت درجه استجابه غصب عني لصاحبتها دي، او صاحبتها دي لعبت وكدبت عليها وانا ما عملتش كده، كان هيحصل ايه؟ لا طبعا هي وصاحبتها دي لو محترمه ما كانتش وافقت على اللي عملته ده. ما انا بقول لك هي غلطانه واكيد حد دخل في دماغها الفكره دي. اكيد صاحبتها. انت مش شايفه ما تعملش كده من نفسها. وانا يا طنط ما ينفعش يحصل كده، ما ينفعش يحصل معايا كده. ما ينفعش ما ينفعش. اللي ما ترضاهوش على بنتك ما ترضاهوش برضه عليا. لا 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 ممكن تهدى بقى كده وانا هتكلم معاها واشوف ازاي عملت كده. ما انا قلت لك اكيد هي صاحبتها اللي عملت كده، قايلتها لا تعمل كده مفروض. وانا انا يا طنط من الاخر كده لو هكبر انا هكبر لك انت، بس عشان انت ست محترمه فوق دماغي. ربنا يخليك. انت وانا لو هفكر ان انا ارجع في الارتباط ويبقى معاه ونكمل كلامنا ويبقى جوازنا بعد بكره، صاحبتها دي ما تتكلمش معاها تاني اكيد طبعا. ما تعملش. وانا اللي اختار مين اللي يبقى صاحبتها ومين اللي يبقى صاحبتها. حقك من حقك يا حبيبي من حقك، طالما غلطت وعملت كده يبقى فعلا انت من حقك تعمل. محدش يزعل مني يا جماعه. لا 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 مش هيزعل مني. مش هنزعل. انا هتعامل معاها بطريقته واعرف ازاي اخليها لحد ما ايه انسى الموضوع ده. خلاص يا حسام انا عشان خاطرك انت مش عشان خاطرها، عشان هي لعبت بمشاعري. انت ابني يا حسام، انت ابني وانا عارفه ان انت يعني بتحترمني جدا. عاوزك تقولي لها انا داخل الباب من بيته وخبطت، مش داخل ارتبط بيها من وراكو وبعد كده ايه كل ده. انا فاهمه لها بس افهم منها اقعد معاها وافهم منها ليه كل ده حصل. قولي لها مش عشان مثلا ارتبطت قبل كده زمان او اتخطبت واللي معاكي ده خانك مع صاحبتك او خانك مع حد تاني، مش كل الناس زي بعضها. لا فاهم. لا لا احنا عارفينك مش كل الناس وعارفين اهلك وعارفين اخلاقك وتربيتك، ازاي يعني نتفكر في حاجه زي كده؟ مالكش دعوه يا حسام بقى، انا هتفاهم معاها واشوف في ايه بالظبط. وانا تحت امرك يا طنط. خلاص يا حبيبي.